وش مشينك في هالطريق؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت أروح نهاية هذا الطرف، تكون هناك في قرية نهاية الشارع. قدام هناك؟ إيه قدام. إيه. أنا ساكن هناك. ممكن توصلني؟ حياك حياك. مشكور مشكور. صك بقوة الباب. سلام حجي. شكلك غريب عن الديرة. ايه انا غريب. زيارة لو سياحة؟ واجد ناس اشوفهم يجون سياحة البلد. لا لا انا جاي ابحث عن عمل. عمل؟ اذا اهل الديرة ما يحصلون عمل انت بتحصل الغريبة؟ بس انا سمعت غير هذا الكلام. اللي قال لك غلطان. بجرب حظي، إذا حصلت عمل كان بيها، ما حصلت رجعت مكان مالي. إيه، مثل ما تحب. شوف داود، هذا بيتي، بتقعد فيه كم من يوم لين ما تحصل لك شغله وتدبر لك مكان تستاجره. بس اخاف اثقل عليك. ولا تثقل علي ولا شيء، انت ضيف وكرام الضيف واجب. هذا معروفك ما راح انساله. ولا معروف ولا هم يحزنون. هلا ادبر لك غرفة. هذه أحسن غرفة. حياك داود. حياك. أني ما أدري وش اللي جاء على بالك تجيب لنا رجال غريب تسكن عندنا. الواحد يا داود نشاغل بتوقيت جرينتش. قلنا ليش الشغلة يومين وبيمشي؟ الرجال جاي يدور ليه شغل وبعدين بيروح. ما تقدرين تسوي لنا سالفة، كلها سالفة مؤقتة. يا خوف يصير المؤقت دائم. أمين الله يرحمه والديك. لا تقدرين تحنين. قلنا ليش يومين وبيمشي. لا تقدرين تسوي لنا سالفة عودة. هد اللي في ايدك روحي سوي لي عشاء. بعد اسوي لي عشاء؟
ونتحول الآن إلى البوسنة، إذ حدد كارل بيلت المنسق الدولي. ظنيتي شو سواسية هالقد؟ انت ما انت فاهمني، انا حسيت ان في احد يراقبني لما كنت اخم الحوش. لا تحطين في ذمتش، لا تظنين ظن السوء. والله مو ظن، بس من جضيفك هذا واني مو حاسة بالامان. ضيفك مو حاسة بالأمان، ما عنديش إلا هالأسطوانة هذي. خلنا نسمع هالأسطوانة. لطفت علي المنام. اسمعي هذا الحكي الزين، هذا الحكي العدل. يلا اخترب. وافترضت الكلام. هاليومين اللي قعدتها معاكم في البيت حسستني ان اهلها الديره طيبين، وعلى هالاساس قررت اني اعيش فيها على طول. ديرتنا طيبه يا داود، وفيها بركه، كل ما اعطيتها من روحك أعطتك من خيرهم. صحيح احنا نعيش ضيق الحال، نركب ورا لقمة العيش، بس تبقى هذه الأرض طيبة ومستحيل نفرط فيها. الأرض أم يا داود، بس ما حد عارف قدرها. بالعكس أنا حاس فيها وحاس بجذور تربطني فيها، وأنا قررت إني أستقر على طول. يا ريت اللي عايشين هني يحسون باللي تحس أنت يا الغريب. يا ريت. أميرة وش فيش؟ ما في شيء، بس أحس البيت صاير خوف. بسم الله على بليس. Awesome.
يحتاج تكبرين السالفة. الرجال غريب وما يعرف عاداتنا وتقاليدنا. مدام يعرف إنه غريب فيا غريب كن أديب. ولبيوت لها حرمة. لا على آخر زمان يجي واحد مثل هذا يهتك سكره. أنا فهمته. وعدني إن الشي اللي صار اليوم ما راح يتكرر. وأني ما بنتظر لين يتكرر. قول له من باكر روح تشوف له مكان ثاني يسكن فيه.